طيب يعني طبعا بصفتك واحد من اساطير الدوري الالماني، شايف ازاي مواجهه النادي الاهلي وبايرن ميونخ في نصف نهائي بطوله العالم للانديه؟ بايرن ميونيش في اللحظه اللي انا بتكلمك فيها هو بيلعب ماتش دلوقتي في برلين في سنو، وزي ما انتوا عارفين طبعا المفروض كان يقدم كتير عشان يلعب قدام سنو، وبالتالي هتلاقي الفريق بعض الشيء ربما مجهد، ومفروض بعد كده ان هو يسافر مباشره لقطر ويلعب الماتش بتاعه بعد رحله طيران 6 ساعات. اللي انا شايفه ان تغيير الكوتش برضو بالنسبه للماتش قدام الاهلي، يعني هو عنده لاعبين كفايه، عنده 3 4 لاعبين يقدر يغير فيهم من حسب راي الكوتش، ولكن فريقكم لازم يلعب. انا النهارده بقول لك بكل الشجاعه، لان في تاريخ السابق بايرن ميونخ خسر مبارياته امام فريق اسمه كيل وفرق من المستوى الثاني، لان في اللحظه دي البايرن ميونخ هو مش في افضل حالاته. وانا النهارده بقول لك كمحب للأهلي أنا عايزك تنتهز هذه اللحظة، أنتوا تقدروا تكسبوا المباراة. النادي الأهلي يقدر يكسب مباراة البايرن؟ طيب قول لنا إزاي يقدر يكسب مباراة البايرن؟ زولر، بايرن ميونخ أحد أكبر مشاكله النهارده هي الدفاع. زولر هو لاعب تقيل بعض الشيء، ما هوش سريع كفاية، وزي ما انتوا شفتوا في الماتش مع المانيا مقابل اسبانيا كان ليه اخطاء كتير، لان اللاعبين التانيين كان عندهم السرعه، الاسبان كانوا بيلعبوا بسرعه. احنا النهارده لو عايزين نكسب لازم نلعب مقابل زولر لمسه وان تاتش وان تاتش على طول، نجري الكوره، لان لو لعبنا بالسرعه الكافيه، وانا عارف انه عندكم خط هجوم قوي وكسب ماتشات كتير. المشكله النهارده اللي قدامنا اللي عند بايرن ميونخ هو ليفاندوفسكي. ليفاندوفسكي هو النهارده افضل مدافع على مستوى العالم، وكمان عندهم لاعب مهاجم، وكمان عندهم مدافع شاب زي ميولر، وهو اسف كحارس مرمى. النهارده احنا عايزين ندور ايه المشاكل اللي عند بايرن ميونخ. المشاكل هي ان دفاعهم بطيء، ومشكلتهم الكبرى هي في الدفاع، لازم تخش بالكوره في الخطوط الاولى، لازم مهاجمينكم يكونوا على طول في الامام.